يا أهلا وسهلا. ما معنى كلمة كهف؟ عظام؟ أيوة عظام. خير؟ أي. قد يكون معنا الآن ذئاب وضباع موجودة هنا معانا. كيف يعني؟ هل عمرك زرت كهف في بلدك؟ هذا بنتكلم آلاف السنين ولا مئات ولا عشر؟ صوت الأمين لا تحت. سوي لي زي أبو عبد الله. ما هي سياحة الكهوف؟ واو إيش ده؟ إيش أهمية الكهوف بشكل عام؟ ما هي أنواع الكهوف الخمسة؟